صراحة إشي بحير، يعني أنا عم بعمل لها عشا رومانسي وعم بدير بالي عليها عشان أضبطها وعم بعمل كل إشي، لا وهي بتردش على الموبايل أو إذا ردت بتصير تصرخ كمان. والله الرجاي أنا كمان لما رنسى وجي في الشغل مشكلة. طول اليوم قاعدين بنشتغل وبنطبخ وبرجع مش طايقين حالنا. لا يا ريت يعملونا زي خدامي، ما لها الخدامة يعملونا زي خدامي. ما فيها الخدامة بتاخذ مصاري بتاخذ راتب. أنت لو جيت الحق يا رجايبي ما هي اللي بتصرف على البيت. أنت أصلا شو بتسوي معانا؟ مش شايفنا قعدة ستات؟ روح شوف شغلك واقعد أرجل على باب الزفت العمارة يا زلمة، شوف لك شغلة. أقول لك كمان دفعت لي راتبي.